خروفي، عندي خروف أبيض أتبعه فيركب، له قرون تنطح قوية وتجرح، أربطه بالحبال في البيت أو في الحقل، أجلب الحشيش إليه كي يعيش، أجلب الحشيش إليه كي يعيش. فالواجب الإنسان الرفق بالحيوان. عيدها. خروفي، عندي خروف أبيض أتبعه فيركض، له قرون تنطح قوية وتجرح، أربطه بالحبال في البيت أو في الحقل، أجلب الحشيش إليه كي يعيش. فواجب الإنسان الرفق بالحيوان. خير الناس، قال أيمن، جارنا عمار ليس له أولاد، طلب إلي أن أشتري له خبز من السوق، فاشتريت له وشكرني. المعلمة، شكرا يا أيمن. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الناس من نفع الناس. قالت المعلمة، من منكم رفق بحيوان؟ من منكم رفق بحيوان؟ قالت هيفاء، رأيت عصفورا وقع في شبكة فخلصته منها وتركته يطير. واستأذن عادل فقال، رأيت حمارا صغيرا يبحث عن الماء وفي الساقية فلم يجد فيها شيئا، عرفته إنه عطشان فأحضرت له الماء. قالت المعلمة، أحسنتم يا أولاد، شكرا لكم، الرفق بالحيوان من واجب الإنسان. سوق المدينة، أنا وأبي وأمي وأختي نذهب إلى السوق، في سوق فاكهة وفي السوق خيار ورمان وفيه بطاطا وبطيخ، في السوق لحما وسمك ودجاج وبيض، وفيه نلعب وفيه لعب وملابس وأحذية، وفيه مكتبة. أبي يشتري لحما من القصاب، ويشتري الفاكهة والخضروات من البقال، والبقال يكتب الأسعار في بطاقات يضعها على السلع. نحن نقرأ الأسعار ونشتري ما نحتاج إليه من السلع.
وأمي تشتري الملابس بأنواعها، ملابس الصيف خفيفة تحمينا من الحر، وملابس الشتاء ثقيلة تحمينا من البرد. بعد ذلك نعود إلى البيت، نعبر الشارع من مناطق العبور ونسلم على شرط المرور. أمي تطبخ طعامنا في المطبخ، وأختي تساعد أمي، تضع الغطاء على مائدة الطعام. أنا أرتب الصحون على المائدة، كلنا نجلس حول المائدة لنأكل الطعام. أبي يشكر أمي، ونحن نشكر أمي وأبي، كلنا نشكر الله تعالى. نساعد الآخرين. الرجل الضرير سألت المعلمة تلاميذها: من منكم ساعد الناس يا أبنائي؟ قال أوس: رأيت رجلا ضريرا يريد عبور الشارع، أمسكت بيده وعبرت به الشارع، فقال لي شكرا وفرحت. قالت المعلمة: أحسنت يا أوس. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إطعام المسكين. استأذنت ميسون وقالت: سمعت رجلا كبيرا يقول أنا جوعان، فأعطيته نقودا من مصرفي. قالت المعلمة: عفاك الله يا ميسون. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أرحموا من في الأرض يرحمكم ما في السماء. صدق رسول الله.